السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. دائما مع قضية سعد مجرد والمحاكمة الماراثونية اللي تخلاتها محكمة جنايات بباريس على خلفية قضية الاغتصاب اللي كانت رفعتها المسمى لورا ضد الفنان ديالنا سعد المجرد. هذه المحاكمة إخواني أخواتي اللي عرفات مواجهة بين الفنان والفتاة، كذلك ظهور مسجدات جديدة، واحد الشاهد الوحيد اللي كشف المستور في هذه القضية. هذا الشاهد إخواني أخواتي اللي هو من جنسية الجزائرية واللي أعطى المعلومات دقيقة للنيابة العامة على خلفية هذا التهم الخطيرة والمنسوبة للفنان ديالنا سعد المجرد. على أين فالفتاة اللي حاولت أنها تسرد واحد الرواية على أساس أن سعد المجرد حاول أنه يضربها، حاول أنه يعني يجرحها أو يقمشها، واللي نفى هادشي كامل سعد المجرد أمام القاضي نفيا قاطعا، لأنه لم تثبت أي أدلة بخصوص هذه الاتهام الخطيرة. حتى الكاميرا يعني ما بيناتش هادشي كامل، خصوصا وأن هاد الفتاة اللي أتت معه من المنهى الليلي إلى الغرفة الفندق واللي بركوا فيه حوالي 5 ساعات بالتمام والكمال. ف الاعتراف ديال سعد المجرد انه فعلا مارس البغاء مع هذه السيده بالرضا ديالها، ولم يكن هناك عنف ولم يكن هناك اي شيء من هذا القبيل. اخواني اخوتي، فامام هذا التطور الخطير وهذه الحقائق وهذه الاقوال اللي صرحت بها امام قاضي التحقيق واللي كتحاول تبين انها ضحيه العنف والاغتصاب من طرف سعد المجرد، واللي اكد ما مره امام القاضي ان هذا الشيء كامل وهذه التهم لا اساس لها من الصحه. اكيد هذه السيده اللي كتحاول الحصول على تعويض مادي من طرف المحكمه، فهنا كيبين لنا واحد المنفرج كبير للفنان ديالنا من بعد الاعتراف ديالها الغير تلقائي، والاكاذيب اللي كتحاول انها تصرح امام القاضي وتبين انها صادقه في الكلام ديالها بدون وجود اي دليل ما عدا التقرير الطبي ديال الاطيئين اللي كيحاولوا انهم يبينوا يعني التهم الخطيره والافعال المشينه اللي قام بها سعد المجرد، واللي كان اعترف ما مر امام قاضي التحقيق انه فعلا كانت ممارسه بينتهم برضا من هاد الفتاه، وما كان تشي عنف وما كان تشي ضرب او لقميش سوى كلام متبادل بيناتهم والصراخ، وهذا الشيء اللي خلى هاد السيده يعني تمثل وتقوم يعني بواحد التمثيل على اساس انها ضحيه لهذا الاغتصاب، ضحيه لهذا العنف بدون اي دليل قاطع سوى الكلام ديالها اللي حاولت انها توضحه وتصرح به امام قاضي التحقيق بالمحكمه ديال الجنايات بفرنسا. فعلى اين فنحن امام واحد القضيه كبيره وكبيره للغايه، فبعد ما تداولت اخبار كثيره بكون ان الفنان ديالنا غيتم الحكم عليه ب 20 سنه، اليوم نقدر نبشركم اخواني اخواتي ان سعد مجرد سوف يحصل على البراءه ديالو باذن الله عما قريب، ورجع الاهل ديالو ورجع للزوجه ديالو الحامل. فالوالدة ديالو لالا الكراكي اللي كتعيش هاد الأيام أيام عصيبة للغاية، كذلك الأب ديالو اللي في حالة نفسية
يرثى لها بسبب هذه الادعاءات الخطيرة والكاذبة اللي جات على لسان هذه الفتاة. وقال بالحرف إذا كان عندي فلوس الدنيا كاملة نعطيهم لها، غير تفوت على ولدي وما تبقاش تهمه بهالاتهامات الباطلة. فاليوم إخواني أخواتي كنشوفوا اعتراف عادي ديال الفنان ديالنا كيتكلم وماشي كيقول شي أقوال غير من راسو، كيبين لهم أن على أساس أنه ضحية، ولكن هو اعترف أنه فعلا مارس، ولكن ما كانش العنف، ما مارسش العنف ضد هاد السيدة. فأنا كيتبين لنا أن هادشي الداخل ماه سياسي والداخل ماه مجتمعي، وهادشي اللي خلانا في واحد استغراب كبير لكون القضية أو الملف مازال متطوى بفعل تشبت هاد السيدة باش تحصل على الأموال الطائلة، بالرغم من محاولات لسعد مجرد من أجل مطالبة هاد السيدة بطي هاد الملف، بالسحب بالشكاية ديالها لدى قاضي التحقيق. هنا كنشوفو التعنت ديالها ومازال كتحاول تبين للجميع انها فعلا صادقة في الكلام ديالها، ولكن الانباء متضاربة اخواني اخواتي اللي كتأكد ان هاد لورا غتحاول تنازل القضية ديالها، يعني والسماح لسعد مجرد يعني لاستكمال يعني مشواره الفني اخواني اخواتي. وهذا الخبر اللي غيفرحنا بالتمام والكمال، ولكن انتبهوا فعلا هاد السيدة كانت صرحات الاقوى ديالها كاذبة امام القاضي، ف القضاء الفرنسي يعني ما غيتزاكلش معها في هاد القضية، لان صراحة الا كان شي واحد رفع شكاية على اساس انه مظلوم ولكن بدون ادلة يعني وكيحاول انه يكذب على القضاة، فكتنتظرها حتى هي عقوبة كبيرة جدا، وهي الحكم من سنتين الى 3 سنوات بفعل هذاك الكلام ديال الاقوى ديالها امام قاضي التحقيق اللي هو لا اساس له من الصحه. وهنا غيبان العكس، يعني اذا كانت هي كطالب بتعويض مادي فهنا غيكون يطالب الفنان ديالنا بتعويض مادي على اساس انه يعني تعرض لواحد الوشايه او لواحد الشكايه كاذبه على اساس انه مارس على العنف ومارس على الاغتصاب، بالرغم من كلشي كامل كان بالرضا منها. على اين اخواني اخواتي، هذا ما لدينا من الاخبار، ففي انتظار ما هو جديد. كنتمنى انكم تعملوا لايك والبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.